السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم باليوم الثامن من حدث الأرض الأبدية. قبل ما نبدأ الفيديو إخواني، بتشكر كل واحد شاف الفيديو للآخر وضغط على زر اللايك، بتشكرك جزيل الشكر. طبعا الحصن العسكري، هذا هو الحصن العسكري، يعطينا مجد القادم 600 بالدقيقة ومجد التحالف 600 بالدقيقة. هذا راح نحتله بعد 15 ساعة. نجي على الوصفات، وصفات اليوم اللي هي 179 دقيق 171 فاكهة، كذلك 179 دقيق 171 فاكهة كمان مرة ثانية، و30 دقيقة 30 فاكهة. في وصفة كثير قوية قالوا لي عليها، بس ما بعرف يمكن تزبط معي يمكن ما تزبط معي، إذا ما زبطت معي يعني هذا مو صوتي، صوتي الحد. تمام، الوصفة هي 170 يمكن يا صايبة يا خايبة، احنا وحظنا، هي اخر شيء تعتمد على الحظ، يمكن تزبط عندي يمكن ما تزبط عندي. نقول بسم الله ونجربها. بسم الله. 15 ثانية ما راح يطلع شيء كويس، يا ريتني ما كنت مدخل هاي الوصفة. مثل ما تشوفوا طلع عندي 10 من هاي قسيمة الحلويات. في ناس يطلع عندهم 300 بهاي الوصفة، بس انا ما اقول لك، ماني جاي اقول لك انه مثلا استعمل هاي الوصفة، يعني هي اخر شيء حظ، تعتمد على الحظ اخر شيء. يلا مو مشكلة، خلينا نجرب مثلا الوصفة 30 ب 30، نشوف حظنا بالوصفة 30 ب 30. قول بسم الله راح تطبخ. ممتاز، هاي وصفة اليوم شباب 30 ب 30، وهاي البطارية كمان راح تفضي. ان شاء الله اخلص الفيديو قبل ما تنفض البطارية كامل. قول بسم الله ونحط على الحصر. ماشي، عادية الوصفة هاي، بس حقق واحد من الاهداف. انا شايف انت كل الوصفات اللي بالجدول كلها يعني نفس النتيجة، ما في شيء يعني شيء خارق، هدية خارقة ما في. تمام اخواني، كان هذا كل شيء اليوم بالنسبه للوصفات. اتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لنا بالتعليقات، واذا في حدا منكم جرب مثلا وصفه 170 ب 170 اكتب لنا شو طلع له فيها. وبالنهايه بتمنى لكم مطبخ الاوقات، كان معكم اخوكم محترم جيمر، والسلام عليكم.